خبر اول عد الفضيحه اللي انتشرت على قمر الطاي وريدر يا حبايب انهم ما يحبون بعض. طبعا هذا الشيء غير صحيح يا حبايب. القصه كلها يا حبايب انتشر هذا المقطع انه على اساس ريدر وقمر طالعين ليا بعض، ولكن فجاه واحد صورهم من الخلف، ما حد يعرف من هذا الشخص، هم لازمين ايد بعض مثل ما شايفين يا حبايب. ولكن يا حبايب طلعت قمر الطاي ووضحت انه هذا الموضوع مو حقيقي، مجرد انه هي كانت دايخه واكثر. فلهذا اضطر مصطفى ريدر انه هو يلزم ايده، واتوقع هذا الشيء واضح كلكم تعرفون ان قمر بها مرض. راح احط لكم اللقطه يا حبايب شوفوها. راح احكي لك اياها. كنا طالعين بشغل اني وريدر وقصي، اللي ما يعرف قصي هو ابو شركه السياحه ارتوريزم، عندنا شغل. فما احنا طالعين نشتغل ما طالعين نلعب، فدخلت لانه ما ماكله وتعبت بشكل عام. تعرفون اني ما عندي مرض اسمه هبوط الضغط الاحترازي، فشي كلش طبيعي انه ادوخ من اتعب. فدخلت التوقع ولزموني الاثنين وقالوا لي تعال ناكل، تمام؟ واني ما اريد اكل، اريد اخلص شغل، هم دا يلحون علي. فهذا يقعد يقنعني قصي وريدر سحبني ومدري شنو. وسبحان الله اكو احد مصورنا، ما اعرف شنو غايته، بس هو واضح غايته شنو، واضح انه هو يعني مو نيته طيبه من رايح كاتب هالكتاب المدري شنو على الفيديو، دا يحاول يطلع فضيحه. بس اذا وضحكم شغله بالنسبه للعالم دا يقولون فضيحه، اوكي؟ اليوم شنو اليوم سشميه كلها فضيحه قمر، فاهمين الفضيحة انتو غلط، ترى الفضيحة مو هيك ابدا. بالاضافة ان قمر طاي يا حبايب ردت على بعض الاسئلة، واحد من الاسئلة المتابعين صار يسألوها انه منو كراشك من المشاهير، صارت تقول انه بقد ما هم كثار ما قادرة انه هي تحسب واحد من عندهم. يعني على قولها تقوم اللقطة شوفوها. يا جماعة لا تسألون هاي الاسئلة، قبل كنت اقدر اجاوب، وصلت لمرحلة قد ما صاروا كثار ما اقدر اجاوب. وبعدها نزلت هذا الستوري تبين بيها انه الخلفيه مال الموبايل مالتها يا حبايب صوره جوني ديب اللي هو الممثل الامريكي. وبعدها يا حبايب صار يسالوها انه ليش انت ما تنزلين فيديو يوتيوب، فهي وضحت انه حاليا اكو مشكله بقناتها راح تحاول انه تحلها للاسف، وان شاء الله ترجع تنزل لنا مقاطع. اكون صريحه وياكم، ماكو فيديو يوتيوب الى اشعار اخر، لانه عندي مشكله بالقناه صارت بدنا نحلها حاليا، بس يعني ما راح اقدر انزل فيديو لحد ما تنحل المشكله، فماكو في يوتيوب صراحه. انتقل حاليا غيث مروان يا حبايب، وصل قناته باليوتيوب ل 4 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك، عقبال ال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز الرهيب. انتقل حاليا يا حبايب الفضيحه اللي انتشرت على بنين ستارز واحمد النشيط انهم يحبون بعض. اللقطه يا حبايب انتشرت انهم حاضنين بعض، واحد من الاشخاص كان مصور هذا الستوري، ولو تركزون يا حبايب هذا احمد النشيط وبنين ستار هو كان حاضنها. راح اديكم لقطه شويه مثل ما شايفين، هاي ايد محمد النشيط، هو لازم بنين ستار وحاضنها. طبعا هم يحبون بعض، اتوقع اغلبكم يعرف هذا الشيء، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الشيء والفضيحه اللي انتشرت عنهم. ننتقل حاليا لاصاله يا حبايب وقصفها الناري الموفلوجز. فالقصه اللي صارت يا حبايب المقطع مال اصاله المالح، صارت تقول انه لا تكذب مثل بعض الناس، بتقول هذا الشيء لاسامه، انه بعض الاشخاص اللي يحطون بالعلاوين 10000 دولار ولكن ما يربحون شخص، واللي قصده مو فلوج صراحه ما ادري ايش هي حكت عليه هيك، رغم انه هو شخص يتعب على محتوى صراحه. والله اي بتكون في تحدي. اوكي خلاص. لا عن جد متكذب مثل بعض الناس. مين سامع فكره ما بيكذب والله. بيقولوا 10000 الربح بعدين بيعطوه ولا شيء. اصاله صدقيني. لا ترى وينك؟ والله انا يعني هلا عم نشتغل شغل صح. دبي فيت عندك. على كل اكتب لنا بالكومنتات هل انتم يا صالح مالح ام ويا مو فلوجز. ننتقل حاليا نورمال يا حبايب واعلان عن تنزيل مقطع ناري ويا لانا ولين، راح احط لكم لقطه يا حبايب شوفوها. وصلنا على اللوكيشن المطلوب يا جماعه. طبعا انا ليش هيك شعري ندين مي؟ شاب الجم شعره ندين مي. ديم ولانا ولين راح تعرفوا ليش يوم الاثنين ان شاء الله بفيدوا على قناتي باليوتيوب، رجعنا لكم رجعه جدا قويه، فجهزوا حالكم. جماعه تعالوا افرجيكم شيء. وختام يا حبايب انا احمد ابو روب تنزل شويه ستوريات يقول بيها انه هو راح يتجوز هو وصبا بحبايب، ولكن حيكون مو بالاردن، حيكون بمكان ثاني. احط لكم الستوريات شوفوها. شوف صراحه لسه ما عملنا اي ترتيبات، بس ما اتوقع نبعد عن الاردن من معرفتي بصبا بالذات. يعني انا بالنسبه لي عادي بعملها على المريخ، ما عندي مانع، بعملها في الصين ما عندي مانع، بس صبا بتحبك يكون كل الناس اللي بيحبوها حواليك. بوصل يا حبايب نصت المقطع، فجروا طب لايكات، شاركوا في هذه المقاطع من القصص. احبكم وبس، مع السلامه.